السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان الأخوات، كنتمنى وتكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا الإخوان، يعني غادي نبدأ معكم يعني باش نبارطاجي معكم يعني لي سيكري ديال الطريقة باش تعرف النيازيك إن شاء الله. انطلاقا من هذه الحلقة هذه غنعطيكم يعني جميع المعلومات اللي غادي يمكنك وتخليك يعني تعرف على الحجر النيازيك، ودير له يعني الفحص ديالك في الدار ديالك ولا في اي مكان يعني فاش كتلقاه، ولكن يستحسن يعني تديه يعني وتاخذه في البلاصه في لقيتي ودير له هذه المعلومات هذو هذا سميتو هذه الفحوصات هذه في الدار ديالك باش يعني ديرهم بشكل دقيق جدا. اولا الاخوان، يعني اول حاجه كديرها ملي كتمشي كدير البحث ديالك يعني كتقلب على النيازيك، راه هذه راه هضرت عليها وديما قلتها يعني شحال من فيديو، وغادي نزيد عاوتاني نقولها في هذه الحلقه هذه اللي غادي نتقاسم معكم يعني جميع المعلومات اللي كتخليك وتمكنك يعني باش تعرف على النيازيك وتعطيها يعني واحد لافالو واحد القيمه باش يعني تكون قيمه ديالها مزيانه. اول حاجه الاخوان اللي كيخرج وكيضرب واحد العدد ديال الكيلومترات وكيقلب على النيازيك، اول حاجه راه قلتها لكم ديجا واحد الخطره، يعني اللي ما اول مره تيسمعها بغينا حنا ديما هذه المعلومات تقاسم، حتى اللي اول مره دخل معنا في هذه القناه حتى هو يعني يكون حتى هو عارفها. اول حاجه ملي كتلقى واحد الحجر في واحد البلاصه ضروري الاخوان تاخذ ليه يعني تصور في جميع الاتجاهات ديالو، نفترضوا هي هذه العينه اللي لقيتي الاخت ولا الاخت، ضروري تصورها من جميع الاتجاهات يعني باش دير لها واحد العدد ديال الصور، الطريقه باش تحطات والطريقه باش طاحت، هذوك التصور كيعطيو ليها واحد القيمه ديالها يعني بانها كيفاش توجدت وكيفاش تلقات. وزيد على ذلك الاخوان، يعني هذه راه قلتها لكم هذه المعلومات حتى هي، انا دابا بغيت نبدا معكم يعني المعلومات انطلاقا من بدايه العثور على حجر نيازيك. هذه المعلومات هذو راه خصو يتقيدوا ولا يعقل عليهم الانسان باش يخدم عليهم باش تكون عنده واحد الباكاج ديال المعلومات اللي تخليه يتعرف على النيازيك واللي تخليه يعني يوصف العينه ويخليها بواحد القيمه جيده. قلنا تصور، ثانيا المكان ضروري تحدد المكان فاش لقيتي ديك العينه وتقيد السميه ديال المكان وتقيد التاريخ والشهر واش من سنه. هاد المعلومات هادو هما يعني كل شيء، هي القيمه اللي كتعطي لك القيمه لهذيك العينه ديالك الا لقيتيها. هاد المعلومات هادو ضروري الاخوان اللي هما يعني المعلومات الاوليه، اول حاجه خصك ديرها هما هاد المعلومات هادو. غادي ننتقلوا لمعلومات اخرى ان شاء الله باش الطريقه باش تعرف العينه ودير لها الفحص ديالك. دابا تقاسمت معكم هاد المعلومات اللي هما مهمين بزاف الاخوان، حيت هادو المعلومات هما اللي كيعطيو البطاقة ديال التعريفية ديال العينة، يعني التصور والمكان والتوقيت والتاريخ، هادو مهمين بزاف، هادو ضروري لأي واحد كيقلب وكيبحث على النيازيك، يعني هاد المعلومات خص يلتزم بهم ويحتفظ بهم. ومن بعد إن شاء الله نتقاسم معكم يعني بسبعة ديال المعلومات ولا ثمانية مازال اللي تخليك تعرف النيازيك. تحياتي إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.